ندوزو لواحد الملف اللي داخل مع افريقيا، هو تصريح وادو. تصريح وادو انا كنت اقبل هذا التصريح ونعطي الحريه المطلقه في التعبير لوادو لو قال انه يناصر خير الدين زطشي باش يدوز هو وفوزي القجع، لان كاين مقعدين اثنين. لكن مع كل اسف وادو نبغيه يكون يسمعنا ويدخل معنا في النقاش شي مره اخرى. مع كل اسف وادو بعد الذهاب ديالو مولات وجده بين بالتصريح ديالو فقط لصالح زطشي وبعدم ذكر فوزي القجع بان المشكل فيه رد فعل على شي حاجه ما عجبتوش في المغرب، ما عجبتوش في اخر يعني اخر تجربه ديالو مع المولية الوجديه، وبانه ماشي 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 حريه راي نابعه من واحد تفكير عميق ولا من واحد الحريه ديال التعبير. ما عرفوش متفق معايا. وندوزو للملف الثاني ديال وادو اللي هو جريده من الوطنيه من طرف بعض الناس الذي لا اقبله، تنظن لا تقبلوه ولا يقبله العقل، وخصنا تنظن نحيدوا هذه الثقافه ديال الخيانه ديال التخوين. نبداو سي اسامه، انا غير بغيت هذه الفرصه باش نرد على بعض الناس. انتوما بغيتوا تحيدوا حريه الراي لوادو، بغيتوا وادو ما تخليوش يقول رايو. انا غير بغيت نقول لهاد الناس ما تكونوش الذاكره ديالكم مثقوبه وما تكونوش بلداء. راه حنا في المغرب، في المغرب عندنا ناس عندهم موقف من المؤسسه الملكيه ما عمرهم اضطهدوهم، كاين ناس عندهم موقف من القضيه الوطنيه ما كاينش اللي اضطهدوا. دونك حنا فيما يخص الراي والراي الاخر عندنا في المغرب ما نقولوش بشكل مثالي ولكن بشكل افضل من الكثير من الدول بما في ذلك دول الجوار الى غير ذلك. دونك حنا هذه القضيه ديال اننا باغي نحرموا الاخر من الراي ومن الراي الاخر راه ما كايناش هاد الفكره هذه. دونك الانسان خصو يكون شويه عنده بعد النظر. انا شنو اللي ما عجبنيش في التصريح ديال عبد السلام وادو؟ انا حتى ديك القضيه لو كان خلاها ديال زيتشي بقناعه فكريه وشاف زيتشي بانه فعلا فيه ديك المواصفات والتي لم يراها في الجزائر الا عبد السلام وادو، حتى الصحافه الجزائريه الحره راه فين هو الناس اللي ما عندناش علاقه بهم اللي ولات عندنا اصطدام معهم توتر معهم حافظ الدراجي لم يشهد في زيتشي بهذه الكيفيه التي شهد بها عبد السلام وادو. شنو اللي ما عجبنيش انا في عبد السلام وادو؟ وهذا خصو يعرف الراي العام الوطني، هو ان عبد السلام وادو دار رد فعل علاش؟ على تجربته مع مولودية وجدة. وهنا لابد ما نفتح واحد القوس ونقول للأمانة وهذه نتمنى أن السي فوزي القجع إما يخرج يكذبها وإما يخرج يزكيها للأمانة. ففوزي القجع استضاف عبد السلام وادو ثلاث مرات في الملف ديال مولودية وجدة بطلب من عبد السلام وادو. كتبناه. لا اللي مازال ما معروفش عند الرأي العام الوطني. عبد السلام وادو في تلك الجلسة وبحضور بعض الناس قال لفوزي القجع أنا ما كنتش نقبل ندخل نبدأ التجربة ديالي التدريبية في المغرب لولا الثورة التي تقوم بها أنت يا فوزي القجع على مستوى رياضة كرة القدم، ولولا النهضة الكروية التي تقوم بها أنت السي فوزي القجع على كرة القدم. دابا غير هاد الشيء كنت كتقولوا في البيرو، واش كنت كتقولوا بقناعة أم بنفاق؟ غير الا كان هذا فوزي القجع في البيرو كيدير النهضه والتطور راه خصك الترجمه تاع على مستوى المواقف ديالك وعلى مستوى التدوينات ديالك والكتابه ديالك. الا كنت داك الشيء كتقولوا دابا باش تكذب وباش تنافق باش لاغراض بسيطه جدا انتهازيه، فانا نعتبر انا بالنسبه ليا تحت لي من عيني السي عبد السلام وادو. ثانيا ملي كنمشيو للتدوينه، اولا خصو يعرف واحد القضيه السي عبد السلام وادو، فوزي القجع ما محتاجش لعبد السلام وادو وما محتاجش حتى لهادو اللي كيدافعوا على عبد السلام وادو، لان اللي دافع فوزي القجاع واللي حط فوزي القجاع واللي دافع على زوج راه هي الاجهزه ديال الدوله المغربيه، راه قادره باش تقولها، راه ما محتاجاش. انا كنت كنتمنى من عبد السلام وادو ماشي يدير داك التصريح بديك الطريقه فيها الكثير من البلاده. كنت اخويا تخرج دير حمله في فرقه مع زيتش، سير مع زيتش دير معاه حمله، اجي للرباط ودير حمله مع زيتش، شكون اللي حبسك؟ ولكن باش دير ديك ردود الفعل بديك الطريقه بديك السذاجه
انا رد الفعل الوحيد اللي قلقني بزاف من غير هذه اللي فيها السم، هذه اللي فيها السم ديال انا مع زطشي اللي فيها السم، يعني يمكن مع زطشي ومع فوزي القجع في الوقت. انا اللي قلقتني هو ملي شي واحد سولوا على على مغربيه الصحراء. لا جايلك انا جايلك انا جايلك بقى يدخل في الوقت. لا ما خرجش خرج دخل الهضره، لا ما خرجش دخل الهضره. الشيء اللي بين لك بان كيدير رد الفعل على التمثيليه ديال المغرب، وانا خصنا نميزو هذوك الاخوان. راه حنا ملي كنهضروا على فوزي القجع ما كنهضروش على فوزي القجع كمدير الميزانيه العامه، ما كنهضروش على فوزي القجع كرئيس السابق ديال بركان، حنا كنهضروا على فوزي القجع الذي يمثل البلد في هذه المهمه. اللي كيبين لك بانه كيتكلم بحقد على البلاد، وذكرني بديك الطريقه ديال راضي الليلي. انا ما بغيتش عبد السلام وادي يكون ديك الطريقه ديال راضي الليلي، كيدير ديك ردود الافعال بناء على شي حاجه ديالك خاصه بك. هو ملي سولوا على الصحراء قال لهم انا بغيت الصحراء الكبرى. كيفاش الصحراء الكبرى؟ ما فهمتش شنو يشرح لي بالصحراء الكبرى. الملف ديال الصحراء واضح السي عبد السلام وادي، والصحراء مغربيه وماشي مغربيه، بلا ما تبقى تخش في الهضره. الملف ديال الصحراء فيه جوج موقفين، كيقول لك الصحراء مغربيه وكيدافعوا عليها، كاين اللي كيقول لك الصحراء ماشي مغربيه وكيدافع عليها، بلا ما تبقى تدخل وتخرج في الهضره. دونك انا بالنسبه لي الموقف ديال عبد السلام ودو كان فيه، تحكمت فيه ديك الذات، تحكمت فيه ديك الشخصيه ديالو، ديك المزاجيه القويه. ليبو فوالا. ولكن اللي ما مسموح الان، ولكن اللي ما مسموحش حنا كبالامكان ديالنا اننا نعاتبوا عبد السلام ودو على هذه، نعاتبوا ونقولوا له ما كاينش خصك دير، نعاتبوا ونقولوا له لا، نعاتبوا ونقولوا اللي ما عجبنيش انا. واش دابا غير اللي غيقول شي حاجه واخا يكون غلط، واخا يكون انفلت خرج الطريق. انا بالنسبه لي عبد السلام ودو تجاوز الحدود، ما نشطوش ديك القضيه ديال خائن وطني. لا حاشا، عبد السلام ودو عاد حتى ومن نحن كي نخون الاخر؟ من نحن؟ شكون اللي عطانا هاد الشرعيه باش نخونوا الاخ ديالنا المغربي؟ كيف ما واخا يكون مجرم، ولو كان مجرما. لا علاش السجن لا يخون؟ علاش انا كنقول هذا اسامه ما نصبش الخائن الوطني؟ نقولوا اخطا، نقولوا كان له غلو في الخطا، يمكن نمشي مع اجرم في حق المغرب وفي حق ممثلي المغرب، ولكن ما وصلش مع الخائن الوطني. وثانيا حياته الشخصيه اللي ولاو كيقلبوا فيها الناس، انا كنعتبرها ايضا سلوك غير مقبول نهائيا. نمشوا نقلبوا له في حياته، كيفاش عاش، كيفاش طلع، كيفاش كبر، الى غير ذلك. احنا في المغرب، وهذا اللي خصهم يعرفوها الاخوان اللي مشوا في الاتجاه ديال الخيانه الى غير ذلك، احنا في المغرب هناك من كان من المؤسسين للانفصاليين ورفعنا في حقهم شعار الوطن غفور رحيم. كاين ناس اللي داروا خانوا البلاد ودخلوا للبلاد وقلنا لهم ان الوطن غفور رحيم. انا بالنسبه لي باش نخدم في الموضوع ديال عبد السلام ودو في الاتجاه اللي ما عجبنيش فيه هو ذاك ردود الافعال المزاجيه ديالو، كنقول انا بلا ما يتمادى عبد السلام ودو، نتمنى هالنداء يوصل عبد السلام ودو، كنقول له بلا ما تتمادى في هاد القرارات وفي هاد المواقف الغير الذكيه. احسن فرصه امامك الان، احسن امر اللي يمكن لك دير هو انك تعلن، تقدم اعتذار لبلادك، راه ماشي الفوزي القجع، لبلادك، تقدم اعتذار للمغاربه اللي حبوك، تقدر الاعتذار للمغاربه اللي ساندوك، تقدر الاعتذار للمغرب اللي عطاك الكثير والكثير، واننا نطويو هذا الملف. اما الطريقه باش غادي بيدها السي عبد السلام ودو، غادي انا نقول لك راك غادي للهويه. راه بالنسبه لي انا عبد السلام ودو دابا الان راه غادي للهويه، والكثير من الناس الذين دافعوا عليه آزروه كلهم سحبوا المؤازره من عبد السلام ودو نظرا لهذا السلوك اللي دار.